هي كانت مش هدية مقصودة. هي كانت، انا كنت بشتغل فيلم مع الاستاذ عادل ادهم اسمه بذور الشيطان. أيوة. انا كنت عامله فيه دور مهم قوي، عامله دور ست كبيره في السن، والاستاذ عادل ادهم بيجوزني عشان اموت ويورثني، وبعمل دور واحده صغيره عندها 24 سنه دي بتموت وبتطلع الثانيه، يعني دورين. فالمخرج ياسين اسماعيل ياسين الله يرحمه، الله يرحمهم كلهم طبعا، فطلب النظارة اللي هي بتتمسك كده، بيمسكوها الستات الكبار في السن زمان، اللي هي بيقروا بيها وبعدين بتبقى سلسلة كده ونظارة بتكبر الكلام. لقيت الأستاذ عادل أدم قال أنا عندي بتاعت ستي، أنا حاجبها. عنده واحدة؟ عنده واحدة. ميرسي قوي ربنا يخليك، ومثلت طول الفيلم بيها. واخر يوم قلت له متشكره عشان اديها له. فكانت والدتي بتقول لي يلا بسرعه عشان اخواتك هيحتفلوا بعيد ميلادي، قال لي خليها لك واعتبريها دي هديه مني عشان ما تنسينيش. هو خد 3 جوائز عن الدور ده، وانا خدت 3 جوائز. فيعني احنا ما ننساش، وانا لحد دلوقتي عندي عندك الهدية دي بحتفظ بيها، بحبها قوي.